الحرية تعني أن يفعل الإنسان ما يريد بشرط أن لا يؤذي الآخرين، والحرية هنا غير مطلقة بمعنى أن لها حدودا، وهذا ما أكد عليه المفهوم الإسلامي قبل إعلان حقوق الإسلام، قبل إعلان حقوق الإنسان. وهناك من البعض من يرى أن الحريات مطلقة، وهؤلاء يدعون أو يطالبون بحريات الغرائز وحريات الانفلات. بالنسبة لاحتياجنا لها، بالتأكيد نحن محتاجين لها احتياج شديد يحتاجها الإنسان، خاصة إذا توافقت مع المبادئ ومع القيم والثوابت. في الحقيقة الذي يحدد الحريات الشخصية أربعة أشياء في اعتقادي، وهي الدين، ثم القانون، في المجتمع، في الأفراد أنفسهم. فالدين أوجد لنا ضوابط وأوجد لنا حدود، ويكفينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بمعنى لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، ومن يضرك لا ترد عليه ضرره بضرر. أما المجتمع في رأيي فهو بمكوناته، سواء الأسرة أو والمدرسة والعمل والجامعة وكل ما هو كائن حولك، هذه الأشياء في حد ذاتها هي التي ترسم لنا حدودنا بين بعضنا البعض. فالمدرسة لها حدود، والجامعة لها حدود، والعمل له حدود، وهلما جرى.